قال المؤلف رحمه الله احتمال. بسم الله الرحمن الرحيم. الألف المبدلة من يا في طرف، الألف المبدلة من يا في طرف، أمل كذا الواقع منه ليخلف دون مزيد أو شذوذ وليما، تليه هالتانيث ملها عديما. وهكذا بدل عين الفعل إن يقول إلى فلتك ماضي خفود، كذاك تالي الياء والفصل اغتفر بحرف أو معها كجيبها آذر، كذاك ما يليه كسر أو يلي تالي كسر أو سكون قد ولي كسرا وفصل هكذا فصل يعد، فذرها ما كمن يمله لم يصد. وحرف الاستعلاء يكف مظهرا من كسر أو يا وكذا تكفرا، إن كان ما يكف بعده متصل أو بعد حرفين أو بحرفين فصل، كذا إذا قدم ما لم ينفصل أو يسكن إذا الكسر كلمه، كذا إذا قدم ما لم ينكسر أو يسكن إذا الكسر كلمه وعامر. وكف مستعل ورا ينكف بكسرا كغالما لا أجفو، ولا تمل لسبب لم يتصل، والكف قد يجيبه ما ينفصل، وقد أمال لتناسب بلا داع سواه كعماد وتلا، ولا تمل ما لم ينل تمكنا دون سماع غيرها وغيرنا. والفتح قبل كسر إن في طرف، أملك للأيسر مل تكفل كلف، كذا الذي تليه التانيث في وقف إذا ما كان غير ألف سمرة. أمال الشيء حاد به، والإمالة في الاصطلاح يتكلم عن حقيقتها وفائدتها ومحلها وأسبابها وأصحابها وحكمها. ستة. حقيقة الإمالة أن تنحو بالفتحة إلى جهة كسرة أو بالألف إلى جهة الياء، وفائدتها تناسب الأصوات، فإذا قلت حاكم حاكم انتقلت من الأعلى إلى الأسفل، فإذا قلت حاكم نزلت نزولا متدرجا. حكمها جائزة، كل ما جاز إمالته جاز فتحه. حكمها محلها الأسماء المتمكنة والأفعال، لا تقع في الحروف ولا في الأسماء غير المتمكنة إلا على سبيل الشذوذ. أصحابها أهل نجد، تميم وقيس وأسد، أما الحجاز فيفخمون لا يميلون إلا قليلا. أسبابها لفظية ومعنوية، أسبابها لفظية ومعنوية. اللفظية الكسرة الظاهرة والياء الظاهرة، والمعنوية الإشارة إلى إحداهما. وجملة أسبابها ثمانية. وقوع الألف متأخرة وهي منقلبة عن ياء، وقوع الألف متأخرة وهي تنقلب فتصير ياء، كون الألف عينا لفعل ياء أسند للضمير الرفع المتحرك يقال فيه فلت. ياء قبل الألف، ياء بعد الألف، كسرة قبل الألف، كسرة بعد الألف، التناسب آخرها التناسب وهو ضعفها. توجد ألف أخرى في اللغة العربية تسمى ألف التفخيم، وهي أن تنحو بالألف إلى الواو، وكتبت في المصحف مراعاة لذلك، كالربا كتبت بالألف، الصلاة كتبت بالألف، الزكاة كتبت بالألف، الحياة كتبت بالألف، كأنه يقولون بهذا الشكل، يقولون الريبو تنحو بالألف إلى الواو، كما أنها تقول كانت تقول والضحى نحوت بالألف إلى الياء، تسمى ألف التفخيم، ولعلها موجودة اليوم في اللغة الفارسية عند الفرس تسمع أصواتهم يتكلمون بها، لعلهم متأثرون في ذلك باللغة العربية. الله بدأ رحمه الله قال الألف المبدلة من يا في طرف، الألف المبدلة من يا في طرف، أمل السبب الأول، فتقول سواء كانت في فعل أو في اسم، قال تعالى وما رميت إذا رميت ولكن الله رمي، وتقول ما رمي سواء كانت في اسم أو في فعل، إذا كانت الألف
متأخرة منقلبة عن ياء تمال عند أهل الإمالة لمن دل من الأمل كذا الواقع ومنه الياء خلف كذلك الألف التي تخلفها الياء كألف الحبلى تخلفها الياء في التثنية وإن كانت هي في الأصل ألف زائدة للتأنيث ألف ملها أصلها واو ولكن مر بك أخيرا مقصور تثني اجعله ياء إن كان عن ثلاثة مرتقية كذا الذي الياء أصله نحو الفتى لأنها تؤول الياء في تركيب آخر فأمالها أصحاب الإمالة يقول ملهي أنا أقوله كذا الواقع دون مزيد بشرط لا تكون يكون القلب انقلابها ياء أي لولة الياء دون زيادة خرج نحو قفا تقول في قفي آلت الألف إلى الياء لأن الألف تقلب ياء إذا سبقتها كسرة أو سبقتها ياء تصغير وسوف تأتيك وياء نقلب ألفا كسرا تلا أو ياء تصغير فإن انقلبت الياء آلت الياء بسبب الزيادة أو الشذوذ كقول هذيل إذا أضافوا إلى عصاي يقول هذه عصي وهذا مني في المناء وهذا قفي هذا لا يعتد به لغة شاذة لبعض العرب وكذلك قول بعض الفزارة أو طي إذا وقفوا على حبلة قالوا حبلي إن لي طي نسوة تحت الغضي هذا لا يعتد به شاذ قالوا لماذا قلت الياء الزائدة لا الزيادة لا يعتد بها وأنتم اعتدتم بها في قولكم حبليان انقلبت ألف ياء في الزيادة وقف انقلبت ياء في الزيادة زيادة تصير قلت قفي ما الفرق بينهما قالوا لا هذه زيادة حقيقية وقعت في وسط الكلمة أما تلك ففي تقدير الانفصال لأنها وقعت بعد تمام الكلمة حبليان الألف جاءت بعد انتهاء الكلمة ففيهم فرق بينهما هذه زيادة وقعت داخل الكلمة واضح؟ أنا أقوله دون مزيدين أو شذوذين ولما تليه التانيث ملها عادمة الذي تليها التانيث كأنه وقع آخرا مثال ذلك فتاة فتقول فتيت الألف وقعت آخرا في التقدير لأن التاء في تقدير الانفصال واضح؟ ولما تليه التانيث ملها عادمة أقرأ وهكذا بدل عين الفعل كذلك الألف الواقعة عينا لفعل إذا أسند لضمير الرفع المتحرك يقال فيه فلت وذلك ثلاثة أنواع إما أن تكون عينه ياء مفتوحة نحو باع تقول فيه بعت أو ياء مكسورة نحو كال تقول كلت سواء كيل بدليل كال لا كيل كال مفتوحة وكذلك هاب ياء مكسورة أصاهيب بدليل يهاب المضارع يخالف الماضي في فعل وفي فعل الغالب في فعل وفي فعل هو الأصل أو كانت عينا أو كانت عين الفعل واو مكسورة كخاف أصلها خوف وكاد أصلها كيد بدليل يخاف ويكاد كل هذا تغلب فيه تمال فيه الألف لأنها تؤول عند إسنادها لتاء الفاعل فلت خرج ما كانت العين فيه واو مضمومة كطال من الطول يصفى طول تقول فيها طلت وقال عين الفعل واو مفتوحة تقول فيها قلت لا تقول فيها قلت ولكن لا يمال شيء من هذا أما الياء عينا لفعل مضموم لم تقع لا تقع في العربية أرها تقع في نحو باع مفتوحة وفي نحو هاب مكسورة أما ياء عين لفعل مضمومة لا توجد في اللغة العربية أنا نقوله وهكذا بدل عين الفعل إن يقول إلى فلتك ماضي خفوة دين خاف تقول فيها خفت دان يدين تقول فيها دنت من الديانة أخرى أصواء طولة تحركت الواو وانفتح ما قبلها فقلبت ألفا
باع أصواها باع تحركت الياء وانفتح ما قبلها فقلت ألف لام. خاف أصواها خوف تحركت الياء الواو وانفتح ما قبلها فقلت ألف سواتيك من واو أو ياء بتحريك أصل ألف نبدل بعد فتح متصل إن حرك التالي وإن سكين كف على لا غير اللام وهي لا يكف إلى آخره. على 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 يعلو على يعلو او يعيد على او على اي مرة يعيد من على يعيل على افتقر على افتقر او كثر عياله كلاهما على يعيل. اذا كانت يعيل تقول فيها عيلت اذا تقول عيلت تقول عيل. وهكذا بدل عين فعل الى فعلت كماضي خفض. اما الالف الواقع في وسط اسم كناب قالوا لا يتأثر بها وقال بعضهم تماله تقول نيب لأن أصل الألف هي بدليل قولك أنياب ونويب في التصغير. كذاك تالي الياء والفصل كذاك تالي الياء كذلك الألف التي جاءت بعد ياء نحو بيان تقول هذا بيان بيان وسيل والفصل اغتفل بحرف واحد تقول بيان تقول سيال 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 وبيان والفصل اغتفل إذا أفصل بينهما بحرف واحد لا شيء في ذلك. يسار ها يسار يسار بارك الله يسار صحيح يسار أو معها أو كان هناك حرفان ولكن أحدهما لا خفي خفية فكان الفصل بحرف واحد تقول جيبها بشرط أن لا يكون ما قبل الهاء مضموما فينضم فينضم لا لا تمال تقول جيبها بالفتح هكذا قال فينفصل بينهما بأكثر من حرفين لا تؤثر نحو بيننا بيننا أو شويه شويهات شويه شويهتاك شويهاك شويهتاك لا يمال نحو. كذاك ما يليه كسر او يليه تاليه لم يذكر رحمه الله تعالى الذي تليه الياء وهو مثله ولم يمثل له سيبويه رحمه الله. تستطيع ان تقول سايرة تقول سيرة بايع بيع اذن تؤثر الياء متقدمه على الالف ومتاخره عنه والله ولم يذكره. انا اقول كذاك تالي الياء والفصوخ في الحرف انه معك جيبا كذلك ما يليه كسر كذلك إذا كان بعد الألف كسرة مثل كاتب تقول كاتب وهو كثير في العربية جدا أو يليه ثانية كسر أو كان الكسر يؤثر في خمسة أوضاع أن تكون الكسرة بعد الألف نحو كاتب أو أن تكون قبله وهذا في يندرج تحت أربع صور أن تكون الألف منفصلة بحرف واحد نحو كتاب تقول كتاب أو بحرفين أولهما ثانيهما ساكن نحو شملال الناقة القوية شملال تقول شمليل أو بحرفين ساكن ومتحرك وأحدهما هاء نحو يريد أن يضربها يريد أن يضربها يضربها فصل بين الكسرة وبين الألف بحرفين متحركين أحدهما هاء أو بثلاث أحرف أولها ساكن وبعده متحركان أحدهما الهاء وهو اللي أشار بقوله فدرهمك لمن يمله لمن أربع صور والواحد خمس صور كذلك ما يلي كسر أو يلي تالي كسر أو سكون قد ولي السكون كسرا وفصل هاك لا فصين وعد فدرهمك إذا تجاهلت الهاء فتكون درهمك نوير شملال أقرأ أسباب الإمالة ثمانية وموانع الإمالة ثمانية ومانع المانع واحد شرع في الموانع وهي ثمانية حروف الاستعلاء وهي سبعة والراء غير المكسورة هي الثامنة حروف الاستعلاء يجمعها أوائل هذه الكلمات قد صاد ضرار غلام خالي طلحة وليمة ويقول التجويد قد خصضوا
وتستطيع أن تضبط هذه. قد صاد ضرار غلام خالي طرحة ظلمة حرف الاستعلام يكف سبب الإمالة الظاهر للمقدر، فإن كان مقدرا لا يكفه، سواء كانت ياء مقدرة أو كسرة مقدرة، فإن المانع لا يكفها. أنا أقوله وحرف الاستعلاء لا يكف، وكذلك الراء وحرف الاستعلاء لا يكف مظهرا من كسر أو ياء، وكلا تكف راء إن كان ما يكف بعده متصل، إذا كان الكاف متصلا بعده، مثل باخل وناقم وما 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 صص ماص 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 ونا وناضج، وكذلك هذا عذارك، هذا عذارك لا إمالة، عذارك لا يتقدم عليه كسرة لكن كفتها الراء عذارك، ورأيت عذارك الراء غير المكسورة تمنع المانع، تقول رأيت عذارك، كسرة العين لم تؤثر إمالة الألف. أو كان مفصول بحرفين نحو منافق منافق وناشط، أو بحرفين نحو منافيخ مناشيط كذلك. إذن الكاف يكف إذا كان متأخرا مباشرة للألف، أو فصل بينها بحرف واحد أو بحرفين. ونقول في الراء مثاله هذا عاذرك، عاذرك الراء فصلت بالذات أو بحرفين نحو هذه دنانيرك، دنانيرك كذلك هذا كله يكف. أنا أقول إن كان ما يكف بعده متصل أو بعد حرف أو بحرفين فصل، كذلك إذا قدم، كذلك شيلها لك شيلها، كذلك إذا قدم إذا تقدم حرف الاستعلاء فإنه يكف، نحو قاتل وغانم وطالب وظالم ما لم ينكسر، فإذا كسر ضعف ولا تمال ولا يكف الإمالة، مثل قتال وطلاب، قتال وطلاب وظلام، أو يسكن بعد كسر مثل إصلاح ومطوع. أنا أقول كذا إذا قدم ما لم ينكسر أو يسكن إذا كسر كالمطوع عامر. نرجع ونقول حرف الاستعلاء والراء غير المكسورة يكف سبب الإمالة الظاهر، أما المقدر فلا يكفه، لا يكف نحو نحو خاف خاف وخاف وزاغ، خاف سبب الإمالة كسرة خفية في الواو ليست ظاهرة، قالوا هذا أقوى، هذا أقوى من السبب الظاهر، لأن السبب الظاهر قائم بغير الألف، السبب الخفي قائم بالألف نفسها، صارت العلة في الألف نفسها هي أقوى من السبب المتقدم والمتأخر. والله هذا كذلك تقول طاب، تقول طيبة، الطاب لم تكف قالوا طيبة، وخيفة وزيغة، كذلك في الياء، الياء قال بعضهم لا تكف إلا في الأسماء الأفعال الإمالة، قال الجزولي رحمه الله إمام المغاربة قال تقوى الإمالة في الأفعال ما لا تقوى في الأسماء فلا تكفها. والدليل أن ورشا رحمه الله تعالى يقول وأوصي بها إبراهيم، وأوصي هذا فعل أوصي، يقرأ ورشا رحمه الله تعالى إن قارون كان من قوم موسى فبغي بغي بغي لأنها فعل، قال تقوى في الأسماء تقوى في الأفعال ما لا تقوى في الأسماء. وقال بعضهم تكف السبب الظاهر إذا كان كسرة، أما الياء فلا تكفها، يقول هذه أبيارك تميل تقول أبييرك، وتقول عريين وصياد وطغيان كله بالإمالة، قال لا تكف إلا الكسرة الظاهرة. قال بعضهم قوله تكف الياء والكسرة غير مسلم، تكف الكسرة الظاهرة فقط. قال بعضهم ويشترط أن تكون في اسم لا في فعل، أنا أقول إن كان ما يكف بعده متصل أو بعد حرفين أو بحرفين ينفصل، كذا إذا قدم ما لم ينكسر أو يسكن إذا الكسر كالمطوع أمر، المطوع الذي يطيع الناس مر أعطيه ميرا وهي الطعام، كقوله تعالى ونمير أهلنا ونحفظ أخانا. قالوا قال بعضهم حرف الاستعلاء
إذا كان متقديا مفصولا لا يكف الإمالة. فتقولي نحو غنائم، غنائم وقبائل، لأن حرف الاستئناف فصل عن الألف بفاصل. قالوا لماذا؟ قالوا يغتفر، يغتفر الفصل في المتأخر ولا يغتفر في المتقدم الفصل، لأن سبب الإمالة المانع إذا كان متأخرا أقوى منه متقدما. لماذا؟ قالوا يصعب التصعد بعد التسفل دون عكسه. إذا قلت غنائم، إذا قلت غنائم منافق، لو أملته قلت منافق أملته ثم جئت إلى القاف كأنك تريد الصعود، القاف صعود، فإذا أملته فالأفضل أنك لا تميل حتى لا تضطر للتصعد بعد التسفل والصعد. بأكثر غنائم، غنائم الحرف متقدم، صعدت ثم نزلت لا شيء فيه. أنا قولي إن كان ما يكف بعده متصل أو بعد حرفين أو بحرفين فأخر أخر هذا كف الكافية واحد، وهي الراء المكسورة تمنع، تمنع حرف الاستعلاء أن يكف. فنرجع إلى الإمالة سواء كانت مثال ذلك، وإن الآخرة هي دار القرار، راء مفتوحة وقاف مفتوحة وغلبتهما راء مكسورة يقولها ورش. قال وعلى أبصيرهم، قراءة ورش أبصيرهم، الصاد المفتوحة غلبتها الراء المكسورة بعدها فأميلت. وبعضهم لا يعتد بالراء المنفصلة، الراء المتأخرة المنفصلة، فيميل في نحو هذا كافر، يقول كافر، الراء تأخرت فصلت بين الألف بفاء، ويفخم في نحو بقادر، بقادر يفخم. الراء المكسورة لم تمنع حرف الاستعلاء لأنه فصل بينها وبين بالدالي. وها وبعضهم لا يعتد بهذا. سمع السيبوي عربا يميلون عسى الله يغني عن بلاد ابن قيدر بمنهمر جون السحاب سكوب، جون الرباب سكوب. يهجو أحد اسمه يقال ابن قادر، أبوي عسى الله يغني عن بلاد ابن قيدر، الراء متأخرة مفصولة أثرت الإمالة، منعت القافة المفتوحة فأميلت الكلمة. واضحة؟ أقرأها. ولا تميل لسبب لم يتصل، والكف قد يوجبه ما ينفصل. السبب المنفصل من كلمة أخرى لا يؤثر. نحو لزيد مال، لزيد مال، لا تقول لزيد ميل فتميل الألف لأن كسر في كلمة أخرى. واضحة؟ ولا تميل بنحوي رأيت يدي سابور، الياء ساكنة لا تميل الألف، تميل الألف بعدها لأن الياء من كلمة أخرى. والكف قد يجيبه ما ينفصل. أما مثل، مثل لمررت بمال ملقا أو بمال قاسم، مررت بمال قاسم لا تميل الألف في قاسم للكسرة التي في مال. أرها أنا قولي قالوا لماذا؟ أثر، أثر المانع منفصلا ولم يؤثر الجالب منفصلا. قالوا الأصل الفتح، والأصل يصار إليه بأدنى سبب. أرها وقد أمال لتناسب بلا، هذا هو السبب الأخير وهو أضعفها، الإمال للتناسب. واستحسن المكود رحمه الله أن تقول، أن تقرأها بهذا الشكل، أن تقول وقد أمال لتناسب بلا داع سواه كعميد وتلا. قال اقرأها بها شهر كعميد وتلا. قالها المال للتناسب نوعان، إما أن تجاور الألف ألفا قام بها سبب للإمالة كعمادة، عمادة الألف التي بعد الدال ليس فيها داع، ولكن جارت الألف التي بعد الميم التي قبل سبقتها كسرة فأميلت. والثاني أن يكون الألف آخر لفظة جاورت لفظة أخرى قام بها سبب من أسباب الإمالة، وهي قوله تلا والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها، بعضهم قال تليها والنهير إذا جليها واللي يغشى. قال بعضهم هذا هو السبب، وقال بعضهم سبب ذلك أنها جاورت أن الضحى تؤول، تؤول همزتها، تؤول ألفها إلى الياء. يقول بعض هذا يقول ضحياني،
يكرهون أن يقولوا ضحواني استلقاء للجمع بين الضمة والواو، فقالوا فيها ضحياني، فآلت أليفها إلى ياء، فصار هناك سبب قائم بها وهو لماذا؟ لأن أليفها آلت إلى ياء. نقول وقد أمالت بلاد عن سواك عميد وتقرأ غير المتمكن لا يمال، وذلك الحرف والاسم غير المتمكن، فلا تمال إذا مع وجود الكسرة قبل الألف، ولا تمال قلت إلى إذا قلت إلى كذلك لا تمال إلى، فيها سببان: الكسرة وألفها تؤول الياء تقول إليك، وضح فيها سببان، وما ذلك لا تمال، وضح. وكذلك إلا، وقد أمال بعضها، سمع قرأ ورش، قلت مؤني هذا، أني اسم استفهام أو اسم شرط، وضح. وكذلك أمال ورش متى هذا الوعد، وأمال ورش من الأفعال غير المتصرفة عسى، قال عسى ربنا أن يبدلنا خيرا منها. أنا أقول ولا تمل ما لم ينل تمكنا دون سماع من العرب، سمع هذا غير ها وغير نا، ها ونا تمالاني، تقول مرت به واطلعت عليه، ومر بني واطلع عليني، يا سبقتها كسرة أو يا غير ها وغير نا أقرأ. والفتحة قبل كسر هذا النوع الثاني من الإمالة، وهو إمالة الكسرة، الفتحة أن تمحو بها الكسرة فتصير بين قريبة من الكسرة، ولذلك سببان: إما أن تكون بعدها راء مكسورة، أو أن تكون بعدها وتنف، بدأ بالأولى، قالوا الفتحة قبل الكسر راء في طرف أمد، سواء كانت الفتحة على حرف السلاء نحو من البقري، أو على غير نحو من الكبري، أو على راء مثل الضرري، قرأ ورش إنها ترمي بشررين شررين، ولم لا 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 تمال الفتحة عندنا في قراءة ورش رحمه الله تعالى بشررين، قالوا حتى لو كانت مفصولة مثل أشرين أشرين أشرين، قصدي إذا كان فصل بينها بكسرة لا حرج، مثل أشرين أو بسكون نحو مرت بعمرين تميل فتحة العين، يعني فاصل بينها ورق. قوله في طرف قالوا ليس مسلما، سمع سيبوي عربا يقولون رأيت خبط الرياح أمال الفتحة في الطاء، مع أن الراء ليست متأخرة بل متقدمة، قال ليس مسلما هذا، حتى لو كانت الراء متقدمة لا شيء، لا يشترط أن تكون متأخرة كما هي في بشلل والضرر. أقول والفتحة قبل كسر راء في طلب أمريكا ليس لمل مل ليس، هذه من نصائح ابن مالك تكفى الكلف، النبي صلى الله عليه وسلم ما خير بين أمرين إلا اختار أيسرهما لم يكن إثما. نعم كذلك تمال الفتحة إذا كانت قبلها التأنيث لبعض العرب، وقل الحاقه ما الحاقه وما أدريك ما الحاقه، وهي لغة لأهل الشام اليوم، مشكلة يقولون مشكلة، هذه لغتهم اليوم، مشكلة سورية هكذا يقولون، وهي لغة إخوان أهل الشام اليوم. وسبب ذلك أن الهاء تشبه الألف، أين الشبه؟ تشبه في المخرج والخفاء والمعنى، كل ما التأنيث والوقوع آخرا والأواخر محل التغيير. قال السيبويه إمالة الفتحة قبل الهاء لغة فاشية في الكوفة والبصرة وما جاورهما، بشرط أن لا يكون آخر الكلمة قبل الهاء، لا يكون ما قبل الهاء ألفا، إن كان ألفا لا تمال نحو الصلاة والزكاة، الزكاة حد. وكذلك الهاء التي المبالغة كعلامة وراوية تمال، وإن كانت ليست للتنوية لكنها المبالغة ملحقة بها. والله أعلم، صلى الله عليه وسلم.